دابا شويه جات عندي واحد البنيه هي والاخت ديالها وقالت لي واش عندك ماسك ديال الشفايف حيت دابا الجو بارد و انا كيسحب لي الترطيب. بقيت كنقول لها عطيتها لابيلو عطيتها لابيلو بالالوان لابيلو الزرق وعطيتها هاد لابيلو ملون حيت هذا كيبغيو بزاف منه لون منه ترطيب. هذا ديال ستروبيري قالت لي لا هذا راه ماسك. واه قلت شات الماسك هو راه عندي غير هي باش ركز شنو هو ما ركزتش وتمشات حتى مشات خدات واحد ديال الالويفيرا مرطيب بحال فازلين. ملي مشات بقيت كنشوف بحال هكذا ويبان لي هذا بان لي هذا تشري ليب ماسك وانا نقول راه يمكن كتكلم على هذا. قالت لي راه كيديروا الفم ديالهم وكيرطب وكي بحال كوماج كيعطي اللون. وها هو من الداخل ها هو كيفاش داير على شكل الفم يعني كيتحط فيه الفم كتهز. انا غنخلي لكم الصوره تشوفوا كيفاش داير الطريقه ديال الاستعمال. فيه كوماج فيه ترطيب غنخلي لكم معلومات باش تشوفوا.